شيء بيد الله، الصحة، الغنى، العلم، المال، الولد، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. فالإنسان لازم ليه صور هو المالك، ليه صور هو الشخصية، ليه صور أنا كذا وكذا، أبدا. وإنما كلنا عبيد مربوبون، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلازم إنسان يكتسب لكن يتوجه إلى الله، يدرس يتوجه إلى الله، يشتغل يتوجه إلى الله، عنده مريض يودي المستشفى يتوجه إلى الله، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهالدكاترة وهالتشكيلات وكلها يقول من أقدر؟ من أقدر؟ عندك فلوس خلي يكون عندك مليون، من أقدر؟ وعلى هذا المعدل، أولا فإحنا يجب أن نتوجه إلى الله في كل أمورنا. الشيء الثاني، دائما يجب علينا أن لا نعصي الله تعالى، لأنه من الممكن إذا عصينا الله تعالى فالسطر من ذاك السطر العال، معصية دائما الإنسان لازم يتجنبها. ومو دليل الإنسان عصى هذا اليوم وما شاف السطر على أنه الله غفل عنه. كل إنسان ما يتمكن يهرب من حكومة الله تعالى أبدا، ولا يمكن الفرار من حكومتك.